عليكم. انا المرابطي حبيبه، كنسكن في دوار جغو، في عمري 50 عام، بني ملال. انا عندي مشكل مع راجلي، عندي 3 البنات وولد. هادي لحنا من 2016 لي لحنا، ما تيصرف عليا، ما تيخلص كرا، وعندي النفقه انها خرجت وليني ما تنفداتش. كنت درت طلاق شقاق وما عرف شنو وقع فيه، ما كملش. انا هاد السيده دا وقع لي واحد البنتي المشكل، قصيره في عمرها 15 عام. المهم مع واحد السيد درت به شكايه، نضو الناس دخلوا بيتنا. انا السيد انه في الاول في الحقيقه نكره، في الاول في التالي انه قال انا بغيت ناخذها وهي حامله وياخذ، ولكن راجلي تعرض ليا وعندي شهود، وتعرض ليا راجلي قال لهم تعطوني 15 مليون وندير تنازل السيد ويخرج من الحبس وياخذها. انا هاد السيد هذا اللي كيطلب هاد الفلوس، انا راه دابا طالعه في 7 سنين عمرو ما صيفط لينا حتى قفه، عمرو ما صيفط لينا حتى عيد. معتقل. انا درنا القانون ديالنا، درنا كلشي، درنا الصلح، درت 3 سنين تنازل باش ياخذ بنتي، لان بنتي تشردات اصلا، عندها تحاليل. البارح اللي سوت ب 10600، ما عنديش انا حاليا دابا، ما عندي حتى ريال. انا عندي الاعصاب في عينيها، غدا كنهما. وهاد السيده دا تيطالب، هضرت معاه وحزرته، قال لك انا غنقص لكم 5، عطيني 10 ولكن عطيها ليا كاش. هاد الناس هادو الله يحسن العوان، حتى هما ما عندهمش. قالك ناخذوا البنت ديالك، تستر بنتي، يعني هادشي اللي غادي تولد فين غتولدوا؟ ما عندها تحاليل، ما عنديش فين تسكن، ما عنديش باش نصرف عليها. حاليا دابا تيبان، تيقول لك انا ولي امرها. فين كان هادي 7 سنين؟ عمرو جا دق في شي عيد؟ الناس عارفين عمرو شافوه يجي يدق يقول انا هاد السيد نصرف على بناتي، فين كان؟ وحده صغيرة، وحده كبيره ضيعها، راه الحمد لله تزوجات وسطره راسها وعندها بنيه في عمرها دابا 24 طالعه في 25، يعني متاع مدرسه. عندي هذه صغيره، انا كنمشي من 7 الصباح وعندي الناس اللي كنخدم عندهم من 7 الصباح حتى 6 العشيه، اتصال بيني وبنتي لاباس، ولكن ما كنشوفهاش. راني كنخدم باش نجيب لهم طرف د الخبز باش نتسترو. انا حاليا ما عمري ما خدمت، انا وقفت منين وقع ليا المشكل. دابا حنا في دوار جغو حدا الجامع جديد اللي مازال ما كنتش، حاليا ما عنديش، انا مستوره لا انا لا بنتي، وعندي بنت صغيره يلا عاد دخلت تقرا، ما عنديش حتى باش نشري لها الدفاتر، ما عندي باش نشري لها. انا كنطالب هاد السيد، ايه الا كيدافع على بنته حقا، باغي حق بنته، وفين حقي انا؟ فين حقي انا؟ وعطيته كلشي وعندي شهود في البلاد فاش كنت، وعندي الوراق وعندي الدلائل، حتى يعطيني حقي؟ ما استعديش تحقو. ولينا هاد البنت هادي اللي ما خلاهاش تجوج، فين غتولد هاد الولد؟ اش تلوحوا؟ ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.